السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيسأل ايه العلاقة بين البيم والبلانينج؟ السؤال ده فكرني بأول يوم سافرت فيه لقطر، رحت الشركة، فطبعا رحت ال HR بقدم الورق، فقال لي انت في قسم البلانينج. ايه يا اخوان، انا المفروض ان انا بيم فهروح اشتغل في قسم التكنيكال، تمام؟ فقلت خلاص ماشي، فرحت طلع على قسم البلانينج، فلقيت القسم فيه واحد بس، شخص واحد بس اللي كان موجود في اليوم دوت، تمام؟ تعرفت عليه، فحضرتك شغال ايه؟ فهو مبرمج يعني بروجرام، جاي من بروجرام، بتعمل بروجرام يعني مجموعة من المشاريع. قال لا انا بروجرامر وبتقن لغة السي شارب وبعمل برامج. انا تهت الصراحة، يعني ايه علاقة البيم بالبلاننج بالبرمجة؟ كانت المهم يعني قعدت معاه وقلت له انا يعني شغال في البيم وكده، فقال لي خلاص ماشي، تعالى انتظر المدير. واتعرفت عليه، طب انت بتعمل ايه في البرمجه؟ فقال لي انا مسؤول ان في بعض الحاجه المزهيه مش لاقيينها في البرومافيرا، فانا بضيفها، تمام؟ يعني ممكن مثلا عايز الحاجات تبقى اونلاين، عايز الناس ترفع تقرير على طول، يطلع لك قيمه معينه، اي حاجه مش موجوده، فانا من خلال الاي بي اي بتوصل مع البرمافيرا واضيف المزايا اللي الناس محتاجاها، او اوفر لهم اداء او تولز هم محتاجينها في البرنامج مش موجوده. فدي ميزه حلوه قوي في البرمجه، ان انت ممكن تبرمج جوه الريفت، الاركيكاد، جوه اي برنامج من بره، تمام؟ ممتاز جدا. فالمهم قعدت فقلت له ايه بقى حكايه البيم، يعني كام واحد شغال بيم في الشركه؟ فقال لي زيرو، انت اول واحد ما شاء الله، يعني انا متعب يعني هحارب لوحدي يعني ولا ايه؟ فالمهم يعني اشتغلت الحمد لله في قسم البلانج، وهي كانت اكبر شركه مولات في قطر بدون ذكر اسامي، يو سي او اورباكون. والحمد لله اشتغلت في القسم، واشتغلت في قسم البلانج. ايه بقى اللي كان مطلوب مننا، او احنا كنا بنعمل ايه؟ اول حاجه احنا كنا بنربط بين الموديل، يعني كان اي مشروع كنت بعمل له الموديلنج معماري وانشائي وكهروميكانيكال، وبربطه بال البرومافيرا، وبحيث ان البرومافيرا لما تتفرج عليه ممكن ما تفهموش الا لو انت راجل متخصص في البرومافيرا، وحتى متخصص في البرومافيرا الارقام ناشفه، فما يعني مش قادر تتخيل الوضع، مش قادر تكتشف الاخطاء، ان مثلا في فتره ما فيهاش شغل او فتره في كذا شغل في نفس الوقت. فمن خلال ان انا بجسم الحاجات ديت بربطها بالموديل ايا كان البرنامج اللي معمول بيه، بتقدر تشوف المبنى هو بيظهر قدامك دور دور. فدي كانت اكبر ميزه، وده كان اكبر رابط بين قسم البيم وبين قسم البلانينج، تمام؟ زائد ان في حاجات كتير كنا بنعملها، تمام؟ كان القسم مسؤول مثلا ان هو بيجهز عطاءات، او بيجهز بيدرس المشروع اللي احنا هندخله، فيقول هياخد وقت قد ايه، هيكلف قد ايه، الحاجات دي كلها. فكنا بنعمل الموديل، وبعد كده نشوف التكلفه هتبقى قد ايه، بحيث العطاء قبل ما يدخل كنا على طول ابديتد للمشروع. يعني في مشروع موجود بنبدا نشوف الفعل اتعمل قد ايه، والنظر اتعمل قد ايه، وقبل ما ندخل المشروع بيبقى عارفين هياخد وقت قد ايه، هياخد شغل قد ايه، في مشاكل هنا، في حاجه ناقصه هنا. فكان في ربط كبير جدا، واي حاجه كانت بتتعمل بالاوتوكاد كنا بنعملها بالريفت. يعني مثلا على سبيل المثال عايزين نشوف الموقع ده هياخد كام كرين، كام رفعه، هيتعمل ازاي، طب المساحه بتاعتهم قد ايه، طب انا ممكن نحط كرين متحرك بحيث ان احنا نغطي اكبر مساحه. كل الحاجات دي كنا بنعملها من خلال برامج البيم. فكان خلاص الكاد كان بيدينا اداء معين، كنا بنعمل اداء اقوى بكتير من خلال البيم. كان حتى قسم سيفتي كان بيجي لنا يقول لنا والله انا عايز اعمل كذا كذا كذا، فكنا بنسعفه، بدل ما كانت بتتعمل بالكاد كنا بنعملها بالبيم، ونحط الارشادات ونحط كل حاجه، وكان بيوفر لنا وقت. والدليل ان هو كان كل شويه بيجي لنا في كذا موقع يقول لنا اعمل لنا كذا كذا كذا. ف البيم بديل، او هو الاصل، او هو اللي هيديك نتائج افضل من الكاد في كل الاقسام، فلذلك في ربط وفي اجبار عليه.